متابعة خاصة لآخر التحذيرات لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، حوار تونس نحو انفراج الأزمة الليبية. هذا هو اللي باش يكون موضوع النقاش مع خالد الغوي المستشار اتحاد القبائل الليبية ومنجي الحمدي وزير الخارجية السابق. نستقبلهم بعد التقرير. أربعة أيام تفصلنا عن انعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي اللي باش تحتضنه تونس بإشراف الأمم المتحدة بداية من يوم الاثنين القادم الموافق لتسعة نوفمبر. منتدى يعلق عليه الليبيون آمالهم في إيقاف رحى الحرب الأهلية وإيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية وفقاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وباش يضم المنتدى 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا، وجه اختيارهم بانتقادات من عدة أطراف سياسية وعسكرية خاصة من الغرب الليبي، إذ يعتبر قادة عملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي أن الأسماء لا تملك ثقل سياسي أو عسكري، منتقدين عدم وجود من يمثلهم في هذا الحوار المصيري. ويتخوف هؤلاء من نجاح عناصر حفتر في نقل شرعية السلطة التنفيذية من الغرب إلى الشرق في حال تم اختيار مجلس رئاسي جديد بقيادة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، اللي تحدث عن إمكانية إلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا فور تشكل حكومة جديدة. بينما انتقد المجلس الأعلى للقضاء والمدن الليبية العملية الانتقائية في اختيار الشخصيات، مشيرا إلى وجود سعي لإعلاء شأن الإخوان المسلمين وبعض التنظيمات المصنفة إرهابية على غرار تنظيم أنصار الشريعة. وسبقت انعقاد المؤتمر اجتماعات اللجنة الليبية الأمنية المشتركة 5+5 بغدامس اللي أصبحت تسمى بلجنة العشرة. اجتماعات انتهت بتوافق كلي على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة كامل القوات إلى معسكراتها، فضلاً عن العودة الفورية للرحلات الجوية إلى مدينتي سبها وغدامس. كما تم الاتفاق على اختيار مدينة سرت مقراً للجنة العشرة. محاولات لإطفاء فتيل الحرب استنزفت دماء الليبيين طيلة سنوات، تجي على أعقاب اتفاق جنيف الممضى بتاريخ 6 أكتوبر المنقضي واللي تضمن 12 بند في مقدمتها الوقف الفوري لإطلاق النار وخروج جميع المقاتلين الأجانب في مدة أقصها 3 أشهر وتجميد العمل بالاتفاقية العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وتشكيل قوة عسكرية مشتركة. فهل سيوقف المنتدى السياسي الليبي في تونس نزف الدم في الجوار الليبي أم سيلاقي مصير سابقيها؟ هذا السؤال اللي باش نطرحوه بدورنا على ضيوفنا وباش نحاولوا نفهموا الكواليس ونفهموا مخرجات ربما تنجم تنبثق على هذا الحوار اللي باش تحتضنه بلادنا في غضون الأسبوع القادم. سعيدة جدا باستقبال خالد الغويلة مستشار اتحاد القبائل الليبية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. نور، تحياتي بك ولكل متابعي قناة التاسعة وضيوفك الكرام. مرحبا بك، وسعيدة أيضا باستقبال منجي الحمدي وزير الخارجية السابق. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير وشكرا على استضافة. مرحبا بكم، شكرا لكم على تلبية الدعوة. نبدأ معك أستاذ خالد الغويل. إذا تونس تحتضن هذا الملتقى للحوار السياسي الليبي بداية من الأسبوع القادم، خلينا نحكي شوية كيف تتابعون التحضيرات لهذا الملتقى كواليس، لأنه الأهم هو ما يحدث داخل الكواليس، والاجتماعات التمهيدية كيف ترونها إلى حد اللحظة، وأي مقاييس اعتمدت خاصة لاختيار الشخصيات والمشاركين اللي باش يكونوا موجودين في هذا الملتقى. شكرا على هذه الاستضافة. طبعا أنت تعرفين أن احنا كان ودنا ويعزز علينا أن تكون تونس ليس مستضيفة، تونس هي من المفروض من ترعى الحوار، لأن احنا أكدنا مرارا وتكرارا بأن تونس هي أصل الحوار، لأن كل الليبيين يكونون بتونس، وتونس هي من فتحت هذا الوطن، فتح ذراعيه لأبناء الشعب الليبي، سواء كان على مستوى العلاج، سواء كان على مستوى الدراسة، سواء كان على مستوى فتح البيوت. وبالتالي تونس نعتبر هي البلد الثاني والبلد الشقيق وشعب واحد في دولتين تفرقنا فيه الحدود. أنا كنت أتمنى أن يكون هذا الحوار برعاية تونسية وليس باستضافة تونسية، لأن أنت تعرفي أن كل الطبخ السياسي موجود في تونس، ولكن للأسف الشديد أن تكون الحوارات خارج تونس. وأحنا تكلمنا على أن الحوار في تونس مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد
أن هناك غموض في هذه البعثة الأممية فيما يتعلق باختيارها للقائمة المسربة اللي هي 75 اسم. هذه الشخصيات الجدلية اللي الآن عليها جدل كبير في ليبيا، سنتحدث على هذه القائمة بإذن الله، ولكن نحن نتأمل أن يكون الشعب الليبي والشعب التونسي يتأمل أن يكون هناك استقرار وهناك أمن في ليبيا، لأن هذا الأمن حيعم على المنطقة بالكامل. التحذيرات أين وصلت إلى حد اللحظة؟ الآن الوفود وصلت إلى تونس، ولكن لازالت الكواليس الأخرى لازالت، لأن الانطلاق سيكون يوم الاثنين، ولكن الأهم من ذلك هو الحراك اللي في الشارع الليبي اليوم، اللي هو رافض مطلق لهذه الشخصيات الجدلية، هو مع الحوار الليبي في تونس مع الدولة التونسية ويثمن الرئاسة والشعب التونسي على استضافته لهذا الحوار، ولكن للأسف الشديد أن هذه الشخصية التي تم اختيارها من قبل البعثة الأممية هناك فيها غموض كثيرة. نحكي على هالغموض هذا، خلينا نفهم أين يكمن هذا الغموض. هذا الغموض، البعثة الأممية لم تعطينا مخرجات الحوار أولا، ثم لم تراعي المعايير والمقاييس في اختيار الشخصيات الوطنية من ليبيا اللي تم اختيارها من 75 جدلية، 80% هم شخصيات جدلية، وهذا بيرفض مطلق من الشارع الليبي. وأعتقد أن هناك بيانات وهناك استنكار وهناك رسائل من المنظمات المجتمع المدني، من القبائل الليبية، من عدة منظمات ليبية، وآخرها سينتظم يوم السبت القادم في طرابلس بإذن الله. هناك 24 تنظيم من القبائل، من المجتمع المدني، من التنظيمات السياسية، سيكون هذا الجمع في المدينة الرياضية على مستوى 3000 شخص يرفضون فيه الشخصيات الجدلية، ويثمنون عاليا في هذا البيان سيصدر، يثمنون عاليا دور تونس. ما هو الاعتراض على هذه الشخصيات الجدلية؟ الاعتراض الشخصيات الجدلية أولا، كيف تم اختيار هذه الشخصيات؟ لا تمثل شريحة الشعب الليبي، هذه الشخصيات هي من أوصلت ليبيا لهذا النفق المظلم. أولا من حوار الصخرات اللي تأمل فيه الشعب الليبي وهو بإرادة المجتمع الدولي، ولكن زاد الانقسام بين أعضاء مجلس النواب، وهناك جسم آخر هو المجلس الأعلى للدولة اللي هو منتهي الشرعية، وبالتالي احنا اليوم كنا نتأمل من تلك الاتفاقات ان يكون يعم الأمن والاستقرار في ليبيا. المواطن الليبي يريد ان يرى النور، يرى الاستقرار. انا في فترة من فترات في 2015 تحدثت عبر إذاعة موزايك اف ام في اختيار فايز السراج، انا قلت هذه الحكومة لن ترى النور لان هناك تهميش وإقصاء لشرائح كثيرة من المجتمع الليبي، وبالتالي احنا اليوم نتحدث على نجاح هذا الحوار، نتمنى في نجاح هذا الحوار وخاصة في تونس. أستاذ موجي الحامدي وزير الخارجية السابق، هذا هو المهم، هي الغاية والهدف من هذا الحوار هو إنجاح، هو الخروج بحل هذه الأزمة الليبية. لكن كي نسمع الأستاذ خالد الغويل يقول أنه تقريبا 75% أو 80% من الشارع الليبي رافض لهذه الشخصيات الجدلية والمثيرة للجدل، هنا نتساءل على مدى نجاح هذا الحوار المنتظر. والله أنا نقول في حسب رأيي أنا كون المهم هو في دعم وإنجاح هذا الحوار الذي أعتبره حوار تاريخي. حوار تاريخي، سوف تكون تونس إن شاء الله شرارة انطلاق الحل السلمي والدائم والشامل والعادل في ليبيا. هذا الحوار يأتي على عكس ما استمعت إليه في بعض القنوات وبعض الأطراف أنه تم اختيار تونس لأن تونس ما تطلبش تأشيرات من الأخوة الليبيين. هذا يمكن جانب صحيح، ولكن تم اختيار الأمم المتحدة لتونس لمواقفها الخارجية تجاه الأزمة الليبية، وهي مواقف معروفة بالاعتدال ووساطة الخير ومنارة الاعتدال كما عبر عنها رئيس الجمهورية. ويأتي هذا الحوار امتدادا للمجهودات الذي قام بها رئيس الجمهورية منذ أن تولى السلطة، ودعوته إلى أن يكون الحل ليبي ليبي بعيدا عن الأجندات الأجنبية، لضمان وحدة التراب الليبي، وكذلك لضمان إمكانية وضرورة توحيد المؤسسات الليبية خاصة منها الأمنية والعسكرية للقضاء على الميليشيات العسكرية والتنظيمات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية، لأن بدون وكذلك وطرد المرتزقة والأجندات الأجنبية، لأن طالما أن هناك مرتزقة طالما أن هناك أجندات أجنبية لا يمكن الوصول إلى حل سلمي شامل ليبي ليبي. سي موجي الحامدي، نرجع للاجتماع المباشر الأول اللي باش يكون بداية الأسبوع القادم، يقول قايل شنية مقومات إنجاحه؟ لأنه هوني نحكيه على اجتماع مهم، اجتماع أول واجتماع مباشر سيجمع الجميع. هذا الاجتماع عليه دعم كبير، دعم دولي كبير، والمجلس الأمن يعول على هذا الاجتماع وعلى مخرجاته، وأنا متأكد كونه بعد الاجتماع هذا
إن شاء الله تونس تقدم مشروع قرار لإلزام كل الأطراف الليبية وغير الليبية بقرارات هذا الاجتماع الذي كما ذكرت هو سوف يكون اجتماع تاريخي لحل الأزمة الليبية بطريقة سلمية. نعم أرضية كانت تسمح لك مهم من نسلسي مونجي أرضية انطلاق الحوار يعني توا حكاية المخرجات الصخيرات مرفوضة من مجلس قبائل وش اسمه الآخر برلين معلق بوزنيقة تقريبا محاصة مناطقية وما وصلتش للحاجة دقيقة حتى هيك الحوارات متاع غدامس العسكرية وشنو ما بلا نتائج الحوار في تونس شني أرضيته ما يلزم ننطلق من أرضيته يعني الأمم المتحدة قدمت حاجة قدمت سؤال مهم حوار تونس هو في الحقيقة سوف يكون تكريس لمسارات تتم مسارات مخرجات برلين اللي هي كما تعرفوا فما ثلاثة مسارات مسار أمني وعسكري ومسار اقتصادي واجتماعي ومسار سياسي وكل هذه المسارات في الأشهر الفارطة كان فيه اللي فشلت براتيكمون كان فيه حبست كان فيه لا فيه بعض التقدم خاصة المسار الأمني والعسكري اللي توج بالاتفاق 5+5 بجنيف واللي تونس مؤتمر حوار تونس المفروض كونه سوف يكرس ويفعل كل هذه الاتفاقيات هي اتفاقات بين الليبيين الليبيين لكن سوف تكون في قرار نهائي وسلمي وإن شاء الله روى ملاك بدون ضمانات من مجلس الأمن وبدون قرار جدي وبدون إرادة سياسية ما ممكن ما يكونش تفعيل هذا القرار. أستاذ خالد غويل في نفس السياق احنا ممكن سألتك أو المبديت على يمكن ما ينتظره الليبيون الأشقاء الليبيين من لقاء تونس لكن أي دور يمكن أن تلعبه القبائل الليبية في الحوار هذا المرتقب؟ قبل هذا تونس ما دورها في هذا الحوار؟ تونس دولة مستضيفة وليس مشاركة في الحوار. هل وزير الخارجية التونسي حيفتتح هذا اللقاء ويكون هو الراعي الرسمي لهذا الحوار أم لا؟ هذا السؤال. يعني احنا اليوم نرى تونس الامم المتحده هي اللي بغض النظر في بوزنيقة وزير خارجيه المغرب هو اللي افتتح هو اللي كان الراعي الرسمي للحوار لماذا لا يكون المثل في تونس بروتوكوليا ممكن لا حتى بروتوكوليا شوف اولا احنا نتحدث على الصوره للاسف انا شوف انا تحدث هنا على نجاح الحوار انا 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 عكس الاستاذ المنجي للاسف الشديد اذا فشل الحوار في تونس فهي طامه كبرى ونحن لا نريد ان يفشل الحوار في تونس هذا الاهم اليوم التمثيل بديتوا بالاحترازات خليف التمثيل الليبي بديتوا بالاحترازات طبعا استاذ الحبيب شوف التمثيل الليبي اللي موجود في 75 لا يشكل 0% وهذا للاسف الشديد خلينا نتكلم بمعنى ان في شخصيات جدليه اخي اليوم الكل شو معنى جدليه؟ جدليه منهم اللي مرتبط منهم الانسلام السياسي المرتبط في ادم امام الازمه في الميليشيات المسلحه لا الان امراء الحرب رافضين الحوار لان هم حتى في خمسه يقول مجلس حتى في خمسه حتى في خمسه زائد خمسه من يحاور العسكري وقف اطلاق النار هذا لا نتامل يعني احنا اليوم اذا فشل الحوار في تونس حطنا حرب جديده في ليبيا علاش حبيتك تكون ايجابي انا ايجابي معاك انا شوف انا تحدث على انا لما تكلمت مش انا خالد دول تحدث انا تحدث على كل الاطياف اللي في ليبيا في شارع ليبي اللي هي رات معضله من الصخيرات اللي دمرت ليبيا واللي خلت ليبيا في الازمه اليوم نرى احنا نريد حل حقيقي احنا من طلبنا بان يكون الحوار في تونس ولكن نحن مش ضد الحوار بالعكس نحن نتمنى الحوار ان ينجح ولكن يجب ان يكون هناك تمثيل عادل للتركيبه الليبيه التركيبه الليبيه اليوم فيها مجموعات جدليه منها من تحمل جنسيه اخرى منها من مرتبطة في الارهاب وهناك رسائل هناك رسائل من مدن في مجلس حكماء عيان درنا يقول ان منصور الحصادي هذا انسان مرتبط في الارهاب كيف انت تجيبها الامم المتحده ضد شيء الامم المتحده ضد شيء كيف انت اليوم الامم المتحده تتكلم عن شخصيات مرتبطه في الفساد لكن الاعداد القائمه هذه سمحني استاذ خالد تم تحت اشراف اممي سؤال وجيز ومبعوث الامم المتحده كانت على علم بهالقائمه نتاع 75 يعني كيفاش الامم المتحده معناها تتورط في اسماء من النوع هذا اللي كنت تحكي عليهم الامم المتحده تورطت في ليبيا من 2011 خويا ناجي 2011 قصفت ليبيا الامم المتحده خلينا من الجانب الماضي احنا نتكلم على الجانب الحاضر الامم المتحده احنا نريد سؤالنا كيف اختارت ال 75 شخصيه؟ هي من اختارت نسالك سؤال سي خالد نعم بح. المشهد الفعلي في ليبيا شنو هو؟ المشهد قوى عسكريه ما اختلفناش وكتل سياسيه ما اختلفناش وكانت تحب النقاش معناها على من يمثل ومن لا يمثل مجلس القبائل في سؤال يعني هل انه ممثل على الارض ام لا؟ نعم وهل كلامك لا ما هو باذنك انا في تقديري سي خالد الحوارات الوطنيه الكبيره نعم
ناخذ فيها بعين الاعتبار التمثيلية الواقعية حتى لو كانت معناها على الأرض. الناس كل ارتكبت جرائم في ليبيا، الناس كل تصارعت دمويا في ليبيا، الناس الكل معناها استقوت بمحاور دولية، مجلس القبائل محمول على الإمارات ومحمول على مصر. سي خالد هذا نحكي لك الناس تقول معناها دونك في الاخر يلزمكم تتحاوروا مع بعضكم. سؤالك وجيه، شوف احنا العركه اللي موجوده اليوم بين تركيا والامارات في الحوار، خلينا نتكلموا ونفتحوا على الطاوله مال اليوم. مثلا مجلس القبائل، مش كل مجلس القبائل مع زي ما تحكي انت، قد يكون الامارات مجنده اشخاص او تركيا مجنده اشخاص، موجود في الترك والامارات، احنا لا نتحدث على هذا، نحن نتكلم على الشخصيات الوطنيه. مجلس القبائل فيه به شخصيات وطنيه، احنا عندما اتينا للرئيس قيس سعيد في وفد اللي هو شنت عليه حمله شنعاء وكبيره، حمله كبيره، ليش؟ لأن نحن أردنا أن يكون الحل من تونس، أردنا أن يجمع كل الأطراف الليبية. أمراء الحرب اليوم مش موجودين في الحوار، هم اللي هم الأساس والقاعدة السياسية في طرابلس، هذا هم اللي على الأرض يملكوا على الأرض، هذوم أبناء قبائل. القبائل الليبية رأت الصدع، رأبت الصدع بين حوارات بين قبائل كانت متناحلة ونجحت في المصالحة، موجودة في الكتل السياسية طبعا، القبائل موجودة في الكتل السياسية. احنا يتفاعلوا معكم سي مرجي الحامدي عايد بأستاذ محمد، بحيث احنا باش ما نخرجش على الموضوع في إطار الحوار السياسي اللي موجود في تونس، احنا تحدثنا على نجاحها من فشلها، هذا اللي يهمنا، اللي يهمنا هو نجاح الحوار التونسي، ورأينا أن تونس هي البادرة الأساسية اللي ترعى الحوار بين الفرقاء الليبيين، ماهوش هذول الفرقاء الليبيين، هذوما هؤلاء سي مرجي الحامدي شخصية جدلية. ما عندك ما تقول ما تعقب على دور تونس وعلى ماهوش متفائل برشا أستاذ خالد الغويل نظرا للأسباب اللي قدمها؟ أتفهم احتراز ونقد الأستاذ خالد الغويل اللي هو رجل محترم و شكرا وقائد من قائد لطرف مهم في ليبيا، لكن أنا اللي نقول هو المهم مش الشكل ولكن المضمون. وهنا نحكي على المخرجات حوار تونس، ما يلزمناش نركزوا على الأشخاص أكثر من نركز على المضمون. المضمون هذه فرصة تاريخية ل يعني بداية حل سلمي للأزمة الليبية، ويلزمنا نكون متفائلين، لأن بدون تفائل ماناش مش نوصلوا. وأنا أرى في العديد من الشرفاء الليبيين والحكماء الليبيين والعديد من الأطراف الليبية من الشرق والغرب والشمال والجنوب عندهم إرادة قوية وجدية ل أنه يكون هذا حوار تونس انطلاق الحل السلمي الشامل والدائم لليبيا والقضاء على الوضع الحالي في ليبيا اللي هو وضع فوضوي يعني فوض ما فماش دولة في الوقت الحاضر، وغياب الدولة هذه فتح مجال للميليشيات العسكرية والمجموعات الإرهابية والتنظيمات التكفيرية والمجرمين وأمراء الحرب. فهذا الحوار من شأنه كونه يفتح الأرضية لانطلاق فعلي لحل سلمي. رئيس الدولة قيس سعيد رئيس الجمهورية يقول بأن الحل لابد أن يكون من الليبيين أنفسهم وتحت مظلة الأمم المتحدة، دون أن يخوض ربما في الدور التونسي اللي كانت تنجم تلعب تونس، ما عدا الاستضافة، القيام فقط باستضافة هذا الحوار وكانت تنجم تكون راعية ليه. نعم، تونس يمكن أن تلعب دور، نقول لك كيفاش تلعب دور تونس. الحوار هذا أنا متفائل كونه مش يخرج مخرجات إيجابية لوجود حل سلمي. تونس يمكن تلعب دور بما أنها عضو في مجلس الأمن أن تقدم مشروع قرار لتبني مخرجات حوار تونس وإلزامه لكل الأطراف الليبية وغير الليبية للوصول إلى هذا الحل السلمي. كذلك من المفروض وأنا أتمنى هذا أن يقع تشكيل لجنة متابعة كوميتي دي سويفي لمخرجات تونس. الكوميتي دي سويفي يمكن أن تترأسها تونس على غرار الكوميتي دي سويفي اللي عملناه في مالي، عندما عملنا الاتفاق النهائي في مالي الجزائر ترأست لجنة المتابعة واللي تترأسها إلى يومنا هذا لتطبيق قرار تاريخ المصالحة والأمن في مالي. ويمكن هنا تونس تلعب دور لأنها تونس أكثر بلد يعني مش يربح من حل الأزمة الليبية وأكثر بلد يتضرر من مواصلة الأزمة الليبية. محمد ترودي تفضل. المشكلة اللي كونه ما نجموش نحكي ولا الاجتماع المرتقب في تونس بدون من نرجع على اجتماع برلين واجتماع غدامس.
حسوا اللي فما تحول نوعي حتى في طبيعة المفاوضات في الميدان في ليبيا، دون تحول من السياسيين إلى الأطراف العسكرية الفعلة من جيش خليفة حفتر مع ما يسمى بالبنيان المرصوص. التحول هذا جاء مع إشراف ويليام ستيفان ويليامس اللي هي أمريكية مبعوث للأمم المتحدة على مسار الحوار الليبي الليبي. دونك تونس باش تكون تتم لمسار في برلين ومسار في غدامس أخيرا. آخر مرة شتقول ويليامس نهار الاثنين؟ تقول سيتواصل الحوار إلى الآخر وقوات تعطيل لا قيمة لها، وصدر بيان من السفارة الأمريكية في ليبيا دون سو سونس، معناها في الاتجاه هذا، يدعم في الاتجاه هذا. اش معناه؟ معناه إشارة إلى خالد، إلى خالد المشري حليف الأتراك بضرورة التزام. اش معناه؟ معناه الناس توا خصوصا كي نربطوا هذا بتداعيات ولا ما يمكن مخرجات الانتخابات الأمريكية في صورة نجاح بايدن في الانتخابات الأمريكية، تأكدوا من حاجة اللي الأجندة معناها نتاع المرتزقة اللي موجودة في ليبيا باش يقع تهجيرها إلى أذربيجان في علاقة في حربهم مع أرمينيا. أنا خويا حسب ما نشوف، ونحب نسألك سي خالد سورتو، تحسش اللي اليوم الأطراف الدولية وخصوصا الأمم المتحدة تحضر في حاجة في شكل اتفاق طائف في لبنان؟ معناها حمل جميع الفرقاء في نفس القطار بدون سلاح، خاطر ما نجموش نحكي ولا سلم ومفاوضات، مع العلم وانه نتبعوا في الملف الليبي الاطراف الدوليه الفاعله اليوم الامم المتحده والامريكان التجؤوا الى مفاوضات ما بين زوز اطراف عسكريه متناحره لقناعه، كون الاطراف السياسيه هي اطراف سامحني في الكلمه فاسده خدموا معها من قبل اتفاق الصخيرات الى اليوم وما فماش حل. دونك نجي على الميدان نفصلها ما بين الاطراف العسكريه، وبالتالي نفتح المجال لاتفاق شبيه باتفاق طائف. لان شوف سؤال وجيه، الاطراف الدوليه هي اللاعب الاساسي في ليبيا بدايه من الصخيرات، الصخيرات هو اصلا فصل هذا الاتفاق لاجندات دوليه، ولكن للاسف الشديد ان ما جاء بعد الصخيرات هو الانقسام، انقسام الاطراف هذه. اليوم الاطراف العسكريه اللي ممكن هي افضل من الاطراف السياسيه اللي تحكي عليها انت، وهي اطراف فاسده فعلا، لان الاطراف السياسيه هي اللي زادت الانقسام اكثر. واليوم ما نتحدث عليه هو هل الاطراف السياسيه اليوم اللي هي تم اختيارها، واللي احنا نتحدثوا على غموض الامم المتحده في اطار اليه اختيار الاسماء، في اليه مخرجات الحوار، في اليه الترشيح، من هو المسؤول على الترشيح لهؤلاء الاشخاص؟ يعني في اليه، في غموض. هذا اللي خلى الشارع الليبي يرفض رفض مطلق لتلك الشخصيات الجدليه واللي مرتبطه بفساد ومرتبطه باجراء. هذا موضوع معناها محض خلاف في ليبيا الان. احنا نتمنى من هذا الحوار، وهذا معناه تمني لكل ليبي ولكل تونسي، لان احنا نريد استقرار ونريد امن، نريد بناء وتنميه وسلام، لا نريد الحرب. الحرب طال امدها في ليبيا، ويعني صار فيها شتات وصار فيها تهجير، ولكن هنا هل فعلا جاد الامم المتحده في ايجاد حل؟ احنا عندما تحدثنا من عن يكون المندوب الاممي من احد دول الجوار، وتحدثنا على ان يكون السيد المنجي الحامدي او يكون احد الشخصيات من الجزائر، عندما تقدم رمضان العمامرة استعملت امريكا حق نقد الفيتو في 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 عدم تكليف السيد رمضان. لماذا؟ لان هنا يعطينا ناتج في اطاله امد الازمه. احنا ناتي لهذا الحوار اليوم، وهو اليوم اللي نعول عليه بشكل كبير، هل هذا الحوار نعم سينجح ام سيفشل؟ اذا فشل الحوار فهو طامه، إذا نجح فإحنا نتمنى له النجاح، ولكن إحنا طلبنا ولازلنا نطالب أن الحوار هذا مهم جدا لنا إحنا كليبيين، ولكن يجب علينا التمثيل، يجب أن 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 نزرع في هذا الحوار مجموعات وطنية، شخصيات وطنية من المجتمع المدني، من النساء، من الشباب. هي اختارت 10 أشخاص من طرابلس اجتمعت بالإرادة الشبابية، وفي الأخير ضربتهم عرض الحائط، ما قالت لهم لا أوكي. يعني هنا في غموض، هنا من هو من هو فلان ومن هو فلان اللي أصبح جنسية. الأمم المتحدة اللي هي ممثلة في المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز نجحت في أنها تتوصل إلى اتفاق تم توقيعه من قبل يعني لجنة 5+5 اللي تحولت إلى لجنة 10. الاتفاق هذا واضح على الأرض، يعني وهذا وفما بعض النقاط شرع في تنفيذها، بعض النقاط تمثل في إخراج المرتزقة وتشكيل قوات مشتركة على الأرض لمتابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ثم حتى إعادة يعني الطيران بين تبرق بنغازي وطرابلس، بنغازي وطرابلس، حكومة مشتركة بين الشرق والغرب، مجلس رئاسي، ثم فما بنود أخرى. يعني
اللي يقرأ الاتفاق الأممي اللي تم توقيعه ليوقعوه الأطراف المتصارعة على الأرض الليبية، يعني لا يدخله الشك أنه الاتفاق هذا اتفاق مجزي وباش يهز ليبيا إلى المصالحة. نتمنى ذلك. شو اللي صار؟ شو اللي يمنع هذا؟ خلينا من قيمة الخمس وسبعين. لا لا فوت الخمس وسبعين أخوي ناجي، نحن لا نمنع الشخصيات الموجودة في سواء في بنغازي أو في طرابلس، هل عندها استعداد لتنفيذ الاتفاق الأممي اليوم على الأرض؟ خليني نجاوب أنا مسؤول. تفضل. تعقيبا على الكلام اللي قاله السي محمد وكذلك سيناجي، هو أهم مسار في المسارات مسارات برلين هو المسار العسكري، وهناك إرادة سياسية إرادة فعلية من الإخوة الليبيين من الشرق والغرب كونهم يوصلوا إلى حل سلمي وذلك باتفاق لوقف إطلاق النار. والإرادة هذه شفناها في شهر جوان تقريبا عندما صدر بيانان متزامنان في نفس الوقت، واحد من الشرق وواحد من حكومة الوفاق الوطني، يدعو إلى هدنة مؤقتة وإلى وقف إطلاق النار. ومن ذلك الوقت انطلقت ديناميكية جديدة في المسارات الثلاثة اللي ذكرتهم. فهنا نقول كون فما إرادة قوية وجدية من الإخوة الليبيين لوجود حل ليبي ليبي، والحل هذا ما يكون إلا من تونس، من الحوار هذا، وحوار تونس سوف يكون ترجمة لاتفاق جنيف وترجمة كذلك لاتفاق غدامس اللي هو اتفاق عسكري، مش يترجم إلى اتفاق سياسي واتفاق سياسي وسلمي. وهذا اللي نتمنوه، وأنا أطلب من كل الإخوة الليبيين كونهم هذه يمكن آخر فرصة لهم للوصول إلى هذا الحل السلمي. إذا ما اتفقوش في تونس مثل ما قال الأستاذ خالد، يمكن ربي يعلم حتى الحوار العسكري في خمسة ما زال. خلينا نكون متفائلين. لا أنا متفائل جدا. شوف أنا لما أتفائل أنا أعرف جيدا شو اللي مازال فيه، شو مازال شوف الاتفاق 5-5 ما يتعلق بأمراء الحرب في طرابلس، هل أمراء الحرب هم فعلا موافقين على إطلاق النار؟ لأن في مدة سابقة عندما تحدث أحد في مؤسسة اللي دعا الرسمية في طرابلس حكومة الوفاق اللي هو المدعو السيد أحمد محمد بعيو، تحدث عن خطاب نبذ خطاب الكراهية وأن رحب باتفاق 5-5، فتم خطفه من القناة ولحد الآن مخطوف، أن هذا قالوا يدعي مع الكرام، هذا أمراء الحرب. أنا تحدث عن أمراء الحرب هم اللي يكونوا في الاتفاق، لأن هل هؤلاء فعلا حيتم الدعوة لهم أو زي ما فيما يتعلق بموافقتهم على بنود الاتفاق؟ هذا ما ستثبته لنا الأيام القادمة. في نفس الوقت أنا أتحدث على مسألة وطنية خالصة، احنا نريد بالعكس، احنا فرحانين بوقف اطلاق النار، لان هذا وقف اطلاق النار اول شيء هذا هنا اولادنا وناسنا اللي يموتوا، هم اولادنا اللي يقتلوا اليوم اولادنا، لان احنا اليوم المرتزقة اللي جو من عواصم اخرى في ليبيا. ولكن اليوم هل احنا نملك الإرادة فعلا، الإرادة الدولية لو تريد فعلا ان الحل يكمن في الإرادة الوطنية؟ هناك وطنيين الان معترضين جدا، يجب ان يتم استقطابهم، يجب يتم دعوتهم لاجل حل الازمه في ليبيا. ثم قوات عسكريه مشتركه على الارض، يعني تحت شراف اممي، وهذا صار، معنا صار في احنا ما عديد احنا البلدان اللي صارت فيها. شوف احنا فرحانين، يعني القوات الامميه اينما حلت يتوقف صوت الرصاص ليبدا صوت الحوار، الحوار السياسي. هو شوف صوت الرصاص توقف، نحن مع هذا ما في ذلك شك، ولكن هل هذا الاتفاق سينجز عنا فعلا، يعني يستمر هذا الاتفاق ام لا؟ هذا ما سيعلن عنا الاتفاق السياسي، واللي هو رافضين امر الحرب الاتفاق السياسي. انا اتكلم بواقع حرقه من داخل الوطن، ما اتكلمش على موضوع انا مدابي، انا اتمنى ذلك، اتمنى ان هذا الحوار ينجح. هذه بلد تهمني، تونس تهمني، الشعب التونسي نفسه هو يهمه الاستقرار في ليبيا، احنا يهمنا الامن والسلام في ليبيا، من يريد الحرب؟ لا احد يريد الحرب، ولكن المنظومه الامويه هي من زرعت فينا الفتنه، هي من زرعت فينا هناك في شبهه عند البعثه الامويه، واحنا اصدرنا بيانات في هذا الموضوع، وتكلمنا حتى مع الرئاسه التونسيه، قلنا راهو في شبهه في الموضوع، تونس دولة مستضيفة يجب أن تكون هي تراقب هذا الموضوع لأن يهمها، لأن الفشل في تونس مش لصالح تونس ولا صالح ليبيا أي دولة أخرى. وبالتالي احنا الحوار السياسي نتمنى له النجاح، ولكن يجب أن يتم تطعيم هذا الحوار بأسماء وطنية من القبائل، من حتى أن نعطيك راهو منقسمة ليبيا لجزئيات، هناك في فبراير، هناك في سبتمبر، هناك في، يعني أنت يجب تجيب الناس المتصارعة، جيبها فعلا على طاولة الحوار يتحاوروا حتى نتمكن من إنجاح الحوار في تونس. عندك تعقيب على الكلب هذا يا أستاذ مجيد؟ نزيد إضافة، لأنه مؤتمر حوار تونس هذا
من المخرجات المرتقبة هو الاتفاق على خارطة الطريق لإقامة انتخابات، وهذا مهم جدا. أول يعني انتخابات تجيب مجلس رئاسي جديد مكون من 3 أعضاء، وكذلك الاتفاق على اختيار رئيس حكومة، على عكس المجلس الرئاسي الحالي اللي هو متكون من 9 أعضاء وفيه كثير من يعني ما من يختار هؤلاء. سيد منجي، أنت قلت 3 أعضاء وحكومة، من يختار هؤلاء؟ ما هي المعايير والمقاييس اللي وضعت لاختيار هؤلاء؟ أنا قلت لك في ذاك علاش طلبت المخرجات فيها غموض. إي المخرجات مازالت المخرجات ما وصلنا لهاش احنا، المخرجات هذه مش من الحاجات اللي كنا نتمناها. والإشكال صار والإشكال لجنة الأسماء، لجنة متابعة يعني منذ البداية الأسماء هذه. أنا عشت كنت مسؤول على مالي اللي هي معقدة تعقيد مثل تعقيد ليبي. الأسماء مش مهمة، المهم هو الموضوع، المهم هو الاتفاق. موكب يبدأ كيف الأسماء حول جدل يصعب الوصول إلى هذا الهدف. خلي يواصل، خلي يواصل، ما كملش فكرته وبعد نعطيكم الكلمة. تفضل أستاذ منجي الحامدي. فاللي حبيت نقوله كونه أنا ندعو كل الأخوة الليبيين لإعطاء فرصة لهذا الحوار حتى ينجح، ونعرف نتفهم الاحترازات من العديد من الناس على بعض الأسماء هذه، لكن المهم هو المخرجات. المخرجات لازم تكون مدعومة دعم كلي من كل الشعب الليبي اللي عانى المعاناة الكبرى من هذه المأساة الليبية اللي تواصلت واستمرت. وفيما يخص مراه الحرب اللي حكى عليهم الأخ خالد، ومراه الحرب هذم عندهم اختيارين، إما أن يدخلوا في العملية السلمية أو أن يقضى عليهم مثل ما صار في مالي. إما أدخلوا في اللعبة السياسية وساهموا في الأمن والسلم في ليبيا، إذا ما تحبوش من بعد عند توحيد الجيش الواحد الموحد الليبي والمؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية تعمل على القضاء والتفاعل مع هذه الميليشيات العسكرية وأمراء الحرب والمجرمين اللي ما يحبوش يدخلوا في اللعب السياسي. علاش بناء على اللي انتهى له سيمونجي نحب نبني سؤالي مع سي خالد. أنا مسألة أمراء الحرب هذوما والاحترازات على الأسماء، وأنا مصر سمعني سي خالد على أن مجلس القبائل وما أثرته الآن يعني هو صوت من بين الأصوات المحترزة على الحاضرين، ولكن عموما أقدر أن الأسماء تعبر على إجماع حقيقي اللي هو موجود على الأرض. أنا كي نسمعك تتكلم على أمراء الحرب، تكلمت بكري على سبتمبر وفبراير، أنا سؤالي مجلس القبائل الآن شنية رؤيتك أنت للحل؟ شنية رؤيته مجلس قبائل للحل الليبي؟ أرضيته الديمقراطية شرعية فبراير ولا شرعية الثورة الليبية اللي ثارت على الاستبداد ولا لا؟ وإلا شرعية الاستثمار في الحرب وفي ما قام به حفتر في إجهاض كل مظاهر الانتقال وحتى اتفاق خدام الشيخ شكون دمره سي 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 المونجي؟ ما هي الهجمه نتاع 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 حفتر على 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 طرابلس. فسؤالي مجلس القبائل حتى اذا كانوا هو طرف حقيقي على الارض، شنو مرجعيتكم وانتم تحترزون على الحوار هذايا؟ تحترزون عليه بين منطق، بمنطق الديمقراطيه، بمنطق الحريه، بمنطق الثوره نتاع فبراير، والا بمنطق رفض الحل في ليبيا لأنكم تعتبروا أن الحل سيذهب في اتجاه ليبيا الحرة وليبيا الديمقراطية؟ وبكري تتكلم على الإسلام السياسي وتتكلم على، فذكرني بالحق على أنه ثم مشكل حقيقي. وكعلاش قلنا كي قابلتوا أنتم رئيس الجمهورية قلنا مجلس القبائل في أي سياق؟ شكون يمثل؟ يمثل الشعب الليبي المريد الحر اللي ثار على الاستبداد ويحب يبني ليبيا الحره، ليبيا المستقره؟ ما هو هذا يلزمنا نكون واضحين فيه. سيد الحبيب انا لحظه، انا خلي ارد على سؤاله. اولا احنا فعلا شرعيه الاستبداد اللي جاءت بها الحلف الاطلسي في ليبيا هذه هي شرعيه الاستبداد اللي احنا اسسنا لمجلس الثوره زاد. تعال خلينا نحكي، حتى انا ما قاطعتكش سيد. انت من حقك تقول رايك وانا من حقي اقول رايي. شرعيه الاستبداد اللي هي طفحها بها الليبيين الكيل من الميليشيات والعصابات والمافيات والمرتزقه وغيرها، اسس هذا المجلس القبائل في 2014 في العزازيه، وهذا اجتمعت فيه كل مشايخ ليبيا ما عدا مشايخ برقه، لانهم راوا في ليبيا ماشي لمنعرج خطير،
وأسسنا هذا المجلس لغرض لملمة الصف ولملمة الوطن. أنت تقول نظام مستبد وغيرك يقول غير نظام مستبد، لكن احنا جئنا لإنقاذ ليبيا من براثن الإرهاب ومن براثن التدخلات الخارجية. ولعلك اليوم أخي الحبيب ترى من أين تخرج الطائرات وتنقل المرتزقة من وإلى أين، أعتقد على كل مسمع ومرأة العالم، وهذا متضرر منك كمنطقة كاملة كالجزائر وتونس. نحن طبعاً شوف احنا اليوم الموضوع ليس مجلس القبائل الأخي ولا اتحاد القبائل الأخي يا حبيب، اليوم موضوع تنظيمات سياسية ومجتمع مدني في ليبيا. أنا أتكلمش على مجلس القبائل، أنا أتكلم على بيانات صادرة من عدة منظمات. وأنا أعطيتك أن قلت لك يوم السبت صباحا سيكون يلتئم لقاء كبير من 3000 شخصية من 24 تنظيم، تتابع أنت راح تتابع يوم السبت. هذا التنظيم هو يؤكد على رفضها المطلق للمسميات، بل بالعكس هم تمنوا دور تونس والحكومة التونسية، وبالعكس هم يريدون للحوار هذا النجاح، ولكن بالشخصيات الجدلية هذه كل الليبيين. وعندك بيانات في الجنوب الليبي صادرة على أن رفض الأسماء وليس رفض الحوار من مرة أخرى جدد. لكن شرعية الاستبداد للمجلس القبائل لا توجد شرعية القضاء على المجلس القبائل، جاء في وقت غياب الدولة، في وقت الدولة انهارت، لأن الحلف الأطلسي لم يدمر يسقط نظام بل سقط دولة، وبالتالي احنا على عاتقنا أن اليوم نسترد هذه الدولة وأن ينعم السلام والأمن والاستقرار في بلادنا. هذا هو هدفنا الحقيقي والأساسي. احنا لم نأتي بطائرات الأطلسي، ولم نأتي بتركيا، ولم نأتي بالإمارات، ولم تأتي المجلس القبائل نأى نفسه عن كل المخرجات هذه، نأى نفسه لأن هو الأجندة الوحيدة متاعها هي ليبيا فقط. احنا أجندتنا ليبيا لاسترداد ليبيا لخارطة الطريق، وأن تكون هي دعم لاستقرار كل المنطقة. نختم معك أستاذ مجد الحامي. أنا كنت أتمنى كونه مجلس القبائل يكون مدعو بصفة كبيرة في حوار تونس لما له من وزن في ليبيا، وأنا بنفسي شاركت قبل أسبوعين في مؤتمر في سرت، كان ممثل من شيوخ القبائل ومن مدن ليبيا ومن العديد من الأطراف الفاعلة في ليبيا، وكنت وشفت يعني الدور الفاعل اللي القبائل الليبية يمكن تلعبه في الحل السلمي الليبي. كنت أتمنى كونه يكون ممثلين أكثر في حوار تونس، لكن أنا أدعو الإخوة القبائل وممثليهم كونهم يركزوا على مضمون ومخرجات تونس وليس على الأشخاص. أفتهم وتفهم كل التحرزات اللي عندهم، الاحترازات اللي عندهم، لكن هذا موضوع شكلي. لا هو شوف ما هوش موضوع شكلي أخي منجي، هذا موضوع فعلي. احنا نتحدث على حوار حقيقي في تونس، يا أما يفشل يا أما ينجح. الأشخاص اللي موجودين فيه حيكون فيه جدل بيناتهم، لأن في قوة متصارعة بالداخل. وجدت هذه الأشخاص، تم اختيارها. نتمنى ذلك أختي ملاك، نتمنى احنا أن يكون هناك حوار ناجح وناجع، بالعكس احنا نتمنى ذلك، ونتمنى الاستقرار لبلدينا، ولكن بالأسماء راح تشوفوا في المستقبل. ليس أن غدا لا نظري إلى قريب، لأن لما تحدث أنا أخي ناجي في قناة مزيك تكلمت أنا وياك في هذاك اللقاء وتحدثنا وشفت الناتج اليوم. نحن نريد الحل، بالعكس نحن نريد الحل، ولكن الحل يأتي من دول الجوار وليس من المتحدة. دبلوماسيا باعتبار أن سيد منجي كان وزير خارجية سابق ومطلع جيد على الشؤون الدبلوماسية، هل يمكن لتونس باعتبار أنها تحتضن هذا الحوار أن تتدخل، وطبعا بعد التنسيق مع الأمم المتحدة مع مبعوثة الأمم المتحدة والفريق اللي يشتغل معه لتعديل قائمة الأسماء المقترحة، وربما حث أو دفع مبعوث الأمم المتحدة حتى توسع نطاق الدعوة، باش على الأقل حتى يكون الحوار جامع لكل فعلا جامع فعلا لكل الأطراف الليبية المتصارعة دبلوماسيا. دبلوماسيا يمكن يعني الأمم المتحدة عندما اختارت الناس هذا أسمائهم مش مكتوبين من حجر، يعني اختارتهم على أساس اقتراحات من أطراف من الليبية. يتدخل سموش وكذلك من يتدخل؟ نعم من يتدخل؟ رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، رئيس الجمهورية أخي ناجي، لأن احنا فوضنا الرئيس في إعلان تونس السلام وتحدثنا مع جارين، وحتى عندما استدعى السيفاني ويليامز قال عليك أن تراعي الاختيارات. احنا اليوم فوضنا رئيس الجمهورية عنده استعداد، عنده استعداد، هو لازم يتدخل لأن هذا المكان في تونس، هذا المكان في تونس. يعني أنت لما تحدث اليوم ستيفاني ويليامز في تونس في جالية مهجرة لها 11 سنة لم تأتي وتلتقي بهم أبدا، إذا أين هو الترتيب؟ هو سؤال أخير. هناك لا عندي أيوة انتهى الوقت حبيب أكثر ما مجال حبيب. جميعي أكدوا جميعي أكدوا على أنه اختيار تونس خاطر سويسرا رفضت وتم كوفيد وخاطرها بلاش موقف. هذا مثل ما ذكرت في الأول هذا جانب صحيح، لأن تونس ما تطلبش الفيزا لا، لكن
أنا متأكد لو ما كانت الأمم المتحدة تؤمن بأنها تونس طبعاً عندها موقف معتدل وموقف محايد ما نجمش ندخل في الأسماء. لا لا هو سؤال أخير، هناك من يرى حتى في الفيزا هناك من يرى أنه أهم فاعل موقفه إلى اللحظة ما زال ما هوش واضح، وهي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي في انتظار نتائجها الانتخابية بالنسبة للرئاسية وموقفها محدد. هناك شريحة مغيبة من الشعب الليبي في إطار هذا الحوار، وهذه أنا أعطيك من هذه القناة من هذا المنبر، إذا لم تكن الشريحة متمثلة في أنصار النظام الجماهيري وعلى رسم الدكتور سيف الإسلام وأنصار فبراير المهمشين على رسم فيهم أمراء حرب وفيهم آخرين، في 10 ثواني موقف الولايات المتحدة الأمريكية. موقف الولايات المتحدة شفناه خاصة في الأسابيع الأخيرة كونه يحب ويجدوا حل للأزمة الليبية، وهم داعمين البعثة للأمم المتحدة في الاجتماعات الأخيرة لوقف إطلاق النار. هذا واضح، هو أظن كونها حتى لو ترشح بايدن سوف يعني تساند الأمم المتحدة في وجود حل سلمي إلى ليبيا، لأن مش شكرا لك أستاذ منجي الحمدي. شكرا.